بعد نهائي القرن خدت جمله القضيه ممكن وايه بتكررها كل ماتش. السر ورا ده ان الجمله كانت معناها ضد فريقك. انت شايف ان انت كنت عايز تكسر طعمها يعني ولا كان السر؟ لا خالص، هي ساعات في عالمنا اللي هو اللي بتاع السوشيال ميديا ده بقت الجمله بتعمل ترند يعني. فهو كان من المفترض ان عصام الشوالي قال للقضيه ممكن دي على ان الهدف ممكن يجي في الوقت الاخير، تمام. فبعديها كان في مباراه تشيلسي ومانشستر سيتي على ما اتذكر، وتشيلسي كسب وقعد يقول نفسي يذكر نفس كلمه القضيه ممكن. فانا عايز اوصل للناس ان كلمه القضيه ممكن دي مرتبطه بان انت بتجيب هدف في نهايه اي لقاء بيؤدي الى عدم قدره الفريق الاخر انه يرجع في المباراه. يعني لو احنا بنتكلم على القضيه ممكن بقى يعني ماتش بطوله العرب دي بهدف عمرو السوليه العكسي كان بعد الوقت الضايع ما خلص، فده يعني لدرجه ان لعيبه مصر عايزه تجري قدام وتتلعب لها كره وخلاص عشان نلحق. فده دي رساله. فبعد كده سبحان الله يعني بعد كده اكتر من 6-7 ماتشات النادي الاهلي كان في تنافس في الدوري، فكان بيتم احراز هدف لا الا هدف تعادل بيخسره نقطتين لا الا هدف فوز. ده حتى في كره اليد يعني يحيى الدرع جاب هدف في السوبر في الوقت الاخير. فكان نوع من الهزار والتهريج. طالما انت بتقول كده على الزمالك انا هقول نفس القصه على الاهلي عادي، دي حاجه طبيعيه يعني في الكوره يعني. وانا صغير اكيد كنت مع ابويا وانا عندي 7-8 سنين كنت بروح ماتشات الاهلي يعني، فاكيد كنت زي والدي الى ان بقى عندي 12-13 سنه كده ابتديت بقى صحابي والمنطقه اللي انا عايش فيها في مدينه نصر زملكاويه ابتديت اهتم بمباريات نادي الزمالك الى ان ذهبت لاختبارات الزمالك وبقيت لاعب في الزمالك وبقيت زملكاوي. اكيد اكيد. وعلى فكره الامثله في التاريخ كتير يعني، هتلاقي كتير قوي كانوا اهلاويه لعبوا في الزمالك وكانوا زملكاويه لعبوا في الاهلي وكانوا ابهاتهم كانوا طالعين لابهاتهم، فبالتالي تلاقي الاب غصب عنه بيكون حبه وانتمائه لابنه اكتر من حبه وانتمائه للنادي اللي بقاله سنين بيشجعه. واكبر مثال مثلا محمد الشريف يعني والده لعب في الزمالك وكان زملكاوي جدا، وما محمد الشريف راح الاهلي بقى اهلاوي. ابني مش اهلاوي، ما عنديش حد اهلاوي، هو بس في مره كنا بنعمل لايف يعني فيوسف ابني بقول له ايه رايك؟ قال احنا كسبنا بالتحكيم يعني وكده بهزار، لان كان في ذاك الوقت كل الاعلام ان الاهلاوي بيقول يعني ان سبب فوز الزمالك بالدوري هو دوري شيلونجو، التحكيم، الفار، الاجهاد، يعني كان ضربات الجزاء الكتيره كده كان الكلام كده. فكان هو بيقول هذا الكلام فابتدى المواقع الاهلاويه او الصفحات الاهلاويه يجيبوا الكلام ده كانه اهلاوي يعني، لكن هو زملكاوي شديد جدا.